قرية المالكية في الريف الشمالي لمحافظة حلب بالتعاون مع بواسل قواتنا تصدي العصابات الإرهابية المسلحة التي حاولت مرارا الدخول إلى القرية. كاميرا الأخبار جالت في القرية واطلعت على أحوالها وصمود أهلها في وجه الإرهاب. مشاهدينا الكرام، جولة مصورة لكاميرا أخبار التلفزيون العربي السوري في قرية المالكية في الريف الشرقي لمحافظة حلب. طبعا هذه القرية تصدى أهلها الشرفاء بالتعاون مع الجيش العربي السوري لكل المحاولات البائسة والفاشلة لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة بالدخول إلى تلك القرية. الجيش العربي السوري على راسي، كل الجيش الله يوفقه ويحن عليه ويسهل امره ويسهل دربه. كيف شايفتي وضع المالكي؟ والله وضع جيد، لولا المونه والحرمنا من اعز ما عندنا للمي، صاروا حتى يقطعوا علينا المي، عاد على انه الكهرباء قطعوا علينا، المي قطعوا. حاربوكم بكل شيء، رح يقدروا عليكم. أعوذ بالله، الله معانا وبشار معانا والدنيا كلها معانا وكل شيء بيعرف الله معانا. شو قصة المالكية مع المسلحين؟ هدول المسلحين دائما بدهم يدخلوا على المالكية، رح يقدروا. والله يا أخي هذول شغلتهم الحالة، هذول شغلتهم باطلة. باطلة شغلتهم؟ والله. رح يقدروا لكم؟ رح يقدروا عليكم؟ يقدروا على حالهم. إن صار مليون ولا مليونين ما حد سأل عنهم. قدمتي شهيد انت؟ اي والله، وليد المحيمين الله يرحمه. رح يقدروا علينا برايك؟ رح يقدروا علينا ان شاء الله؟ ما يقدرون، احنا على حق ان شاء الله، احنا ولدنا على حق، احنا عم ندافع عن هالوطن، اولادنا عم يدافعون عن هالوطن، لهم بغايه ولا هم بشيء. انا عم بحاولوا كثير مسلحين يدخلوا وعم يضربوا وعم بيطلع لهم معك. اكيد عم يدخلوا، بحاولوا بس الله وسوريا والجيش حاب يحمينا. نحن محاصرين من جميع الاشياء، لا خضره عم تجينا ولا واحد بيروح على البلد يقبض راتبه ويجي. نحن متقاعدين، بدنا نروح نقبض راتبنا، ما عم نحسن نروح، بنروح لهنيك جيش الحر بشلحنا على الطريق، عم يبهدل النسوان، عم يحكي عن النسوان. ليش هالعمل؟ شو بتقول للجيش العربي السوري؟ نحن بنقول الله يحيي الجيش وكل من موالي للجيش، الله يقويه ان شاء الله، ولكل انسان شريف يخدم هالبلد باخلاص باخلاص وشرف، نحن مؤيدين له ومحبين له. حمد الكلب، يعني هذا انا بقول لقنوات الكذب لقناه الحظيره بالاول، الحظيره ودوابها، يعني حمد ما راح يدم لكم. حمد الكلب وحمد النعجة ما في من وراء شيء، يعني عدم مؤاخذة، يعني وإنعاج قطر ما راح تقضي على أسود سوريا بإذن الله أبدا. نعم إن شاء الله، والله محي الجيش. نحن شعب المالكية الصامد، مهما عملوا ومهما عملوا من مؤامرات وحاكوا من المؤامرات، سوف نبقى شوكة في حلقهم وحلق أمريكا وإسرائيل وكل من يموت إليهم، لأن قطر والخليج وكذا كلهم هذول تابعين ديون لأمريكا وإسرائيل وبدهم يخربوا سوريا، وسوريا صامدة بإذن الله. تحية للجيش العربي السوري، وأنا فلسطيني من مخيم النيرب، وقت سمعت أنه الكاميرا اجت على قرية المالكية على ضيعة المالكية حبيت أنه اجي وعمل مقابلة على التلفزيون العربي السوري، وبنقول نحن ما بدنا غير الجيش العربي السوري اللي هو اللي حامل الأرض وحامل العرض. هي قرية المالكية الصامدة في وجه الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه. هو الصمود والتحدي سمة أهل سورية بشكل عام وأهل حلب بشكل خاص. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، من قلب الريف الشرقي، المالكية، حلب.